جلال الدين، الحلقة السادسة، بوابة بالغ. إن الذي كان يجب أن يصل من زكاة علم من سلطان العلماء إلى أهل بلخ قد وصل، لذا فإن الهجرة هي أحسن تدبير وأعقل تصميم أيضا. سيد برهان، كل ما تنطق به هو صحيح. بشهادة هذه الأنوار التي تشرف علينا أؤكد كلامك هذا الذي قلته. الولد والزوجة والروح والعيش والحياة والاطمئنان، كل هذه الأمور مجتمعة تشجعني على السفر. ولكن يا سيدي الكريم، يا سيد برهان، هناك شيء في داخلي لا زال يقلقني ويثبط من عزيمتي. هناك شيء ما في داخلي لا يمكن شرحه أو بيانه. هل ستأخذنا معك؟ لا أعرف، لكنني أظن أن أبي لن يترككم هنا لوحدكم. أنا أحب هذا المكان كثيرا. جلال الدين، هل ستغادرنا بالغ بسبب ذلك الكلام الذي قالته السيدة علوي لأبيك؟ لا أعلم يا جوهر، ربما لقد خفت كثيرا من هجوم اللصوص يومها. أنا أيضا أتمنى أن نبقى في هذه المدينة وفي منزلنا. ألا يمكنك؟ لا، لا يمكنني، لأن القرار حتمي، مع أن وجه أبي لا يزال مليئا بالتردد. مسجد جامع بالغ. شيء
شيخ سلطان العلماء، هل أخطأنا في حقكم لا سمح الله؟ يا سلطان العلماء، هل رأيتم منا ما لا يسركم؟ هل فقد الشيخ أمله في أهل بلخ؟ صمت سلطان العلماء دليل على صمتنا وسكوتنا أمام الظلم. يدمر جيش جنكيز المدينة تلو الأخرى ويتقدم أكثر فأكثر، ونحن نتساءل أين جيش السلطان؟ أين هم في مواجهة المغول وذاكر زكريا وجنوده؟ لا عمل لهم سوى إرعابنا نحن العامة وتخويفنا فقط. هم يقتلون فقط. إذا فما فائدة هؤلاء الجنود؟ دعوا الجنود لا شأن لهم، فهم معمورون ومجبورون. الحكام هم من يجب أن يحاسبوا. أنا بائع قمح مسكين، عندي دكان صغير في سوق النحاسين. أتى رجال الحكومة إلى دكاني الصغير وأخذوا مني قمحا لعلى في خيلهم، ووعدوا بأن يعطوني ثمنه ولم يعطوني فلسا حتى الآن. لا نريد لأحد أن يأخذ حقنا، لذلك يجب إيجاد حل. نعم، يجب أن نجد حلا. الحل لا يأتي بالجلوس، يجب علينا أن نقوم. قوموا. نعم قوموا. هيا هيا اذهبوا، هيا 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 يا رجال، هيا قوموا قوموا، هيا بنا، هيا 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 لنذهب، قوموا هيا بنا، هيا بنا لنذهب، هيا بنا لنذهب. إذا كان للإنسان هم في أي عمل كان، إن لم يكن له قائد يحيي فيه هم ذلك العمل وهوسه وعشقه، فلن يقوم ذلك العمل في نفسه ويقصد القيام به، ولن يتيسر له ذلك العمل سواء كان دنيا أو آخرة. من دمائكم، وأنا رجل بعيد عن الرحمة والمداراة. اسمعوني أيها الناس، اسمعوني، أنا اليوم امتنعت عن الكلام حتى أري سادة وحكام هذه المدينة العظيمة أن صرخة المطالبة بالحق عالقة في حلق كل واحد من أهل بلخ، ولأقول لهم أن اليوم إذا أسكت بهاء الدين ولد عن الكلام وعض الناس بالإرهاب والتهديد والوعيد، فماذا ستفعلون غداً أمام قلوب أهل بلخ المحترقة بظلمكم هذا؟ إذا لم تغلق فمك هذا وتكف عن الكلام والتحريض، فإن دم هؤلاء الناس في عنقك. كل ما أريده منكم جميعاً اليوم هو أن تعودوا إلى بيوتكم
ولتعلموا بأن الظالم لا يدوم على عرش الزمان، بل ظلمه سينتهي حتما. تفرقوا أيها العامة. هذا رائع. أحسنت. أحسنت. رأيت يا جهانكير كيف نجحت خطة الشيخ كمال الدين؟ هل رأيت جيدا كيف سحبته من جحره وأغضبته؟ وكيف وقع بها ولد في مضيق لم يخطر بماله؟ هو كذلك يا سيدي، لا شك في ذلك. إنكم تغلبون إبليس في الحيلة والمكر. أصبحت لعبة الشطرنج بيني وبين بهاء ولد أكثر حماسة. ترى أي قطعة ستخرج المنافس من اللعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. كل الذي فهمته من كلام بهاء الدين ولد هو أنه قلق كثيرا على أهل بلخ، ولا يستطيع أن يتركهم وحدهم أبدا. وكل الكلام الذي قاله من قبل كان مجرد كلام بكلام فقط. حدث اليوم هو دليل على أن كلام بهاء ولد لم يكن بذرا في أرض مالحة أبدا، وأنه أوشك على الحصاد.
هذا يعني أن ما كان يحمله بهاء ولد على عاتقه بحكم الشرع والشريعة قد أوصله إلى هدفه. يا سيدتي، ما رأيته في هذا اليوم من أهل بلخ كان مثل النهر الجارف والثائر المتهيج، لكنه لا هدف له ولا أي قصد. اللصوص في المنزل. كم شخصا هم؟ 4 أو 5 أشخاص رأيتهم وراء الأشجار وكانوا بجانب الحوض وأيضا المنضدة. جدتي أمي حبيبتي.
يا أمي، هل أنت بخير؟ جدتي أمي، جدتي هيا، ما بها؟ أجيبيني أمي، أجيبيني أمي، أمي حبيبتي، أمي يا روحي، يا حبيبتي. يا أمي العزيزة، لا تتركينا. أمّا، أمي الغالية، ما بها؟ ذهب الأصدقاء، فغضب عليهم الأمير سائلا: ماذا تفعلون كلكم؟ ماذا تفعلون في هذا المكان؟ قالوا: إن كثرتنا وتراكمنا في هذا المكان ليس موجها لظلم أحد، بل لنعين أنفسنا على التحمل والصبر، ونعين بعضنا البعض، كما أن هؤلاء الناس في قدومهم للتعزية لا يدفعون الموت ولا يردون القضاء، ولكن غرضهم هو أن يسلوا صاحب المصيبة ويكونوا معه في محنته ويدفعوا عنه الوحشة. افتحوا هذا الباب. ديوان حكومة بلغ. ما
بريء وليس لي أي علاقة بهذا الموضوع، وأتنصل من أي تدخل في أمور حقيرة ووضيعة وحمقاء ومرة كهذه. ومرة أخرى يا سيد ذاكر زكريا، تعلمون ويعلم بهاء الدين ولد، ولا أكتم أنني وبهاء الدين على خصومة بسبب تدخلي في أمور الحكومة وقوانينها، ومع ذلك فلا علاقة لي وأنا القاضي المعين من قبل السلطان محمد بما حصل البارحة وما سمعتموه الآن من قوله، هذا الذي قاله أمامكم. الخير فيما وقع، نحن نتألم لحادثتكم الأليمة يا سلطان العلماء، إنها لحادثة أليمة ومفجعة، ولكن لا شك بأن فيها حكمة. لم تفهم قصد كلامي ومضمونه يا سيد ذاكر زكريا. ما كنت أقوله من البداية هو توضيح للظلم والجو الذي تعرض له أهل هذه الأرض على مر التاريخ، والذي ظل يزيد ويتفاقم من سلطان إلى سلطان. إنها حكاية دماء هؤلاء الناس، دماؤهم التي تشبه النهر الجاري. ما شأنكم بي وبالآلام الخاصة بي؟ إن هذا الشيخ ينقل كلامي إليكم الآن ويحقر به ويقحم أهل بيت به، وهو ألم ومرارة أهل الأرض. أنا لا أسيء الأدب والاحترام في حضرة ذاكر زكريا، ولكن الكلام الذي قاله بهاء الدين ولد يستوجب الحد فيه ومعاقبته لأنه يتهم السلطان العظيم بعدم العدل. أنا صاحب تجربة يا حضرة سلطان العلماء، إن طبل العدل الذي تدق عليه منذ فترة ليست بقصيرة وتثير به جلبة العام على المنبر، ليس لشيء سوى أنه منذ أن توليت الحكم من قبل السلطان المعظم وأصبح التدبير بيدي، انقطع عنكم جميع الناس وانصرف عنكم أهل المدينة والمريدون، وأيضا لأنه انقطع عنكم الرزق. اهدأ يا شيخ كمال الدين، ولا تخرج أبدا عن حد الأدب. أرجو من الشيخ كمال الدين أن يدعنا للحظة مع سلطان العلماء على انفراد وحدنا. لا تهتم به ولا تغضب من كلامه أبدا. أنا حقا حزين ومتألم لما حصل لكم، ولا أعرف ماذا أفعل أو أقدم لكم، ولكن يا بهاء ولد أحذرك وبشدة من المواجهة مع هذا الرجل الذي يشبه الثعلب الماكر، الذي ليس في قلبه إيمان سوى الإيمان بالجاه والمنصب. ولا أخفي عنك أبدا أنني في الواقع لست بمأمن منه حتى على نفسي أنا. أنت أيضا لا تأمنه أبدا. يا بهاء الدين، الكلام الذي كنت تقوله على المنبر كان يصلني دائما كل هذه السنوات، ولا أخفي عنك إن قلبي كان ينشرح ويطرب لكلماته العذبة كما لو أنها كانت كلماتي أنا، وكأنها أمنياتي الخفية تتناثر على لسانك عوضا عني وتصل إلى قلبك المرهم الذي يشفي. كنت شابا وقويا حينها، أتيت من بادية بعيدة إلى خيوة، كانت نيتي خدمة جميع الناس، ولكنني وقعت في خدمة السلاطين. لقد ضاع نصف عمري الغالي في الحروب والمعارك، وضاع النصف الآخر في حصار القصور والقلاع، وكأن السلاطين قد وهبوا وأعطوا السلطة لذاكر زكريا من أجل أن
يتشرنق حوله جميعا. ومن بعد ذلك اليوم لم أنظر في أعين الرعية التي تركت دياري لخدمتها، ومن يومها لم أقدم للناس أي شيء أبدا. والآن لا أمل لي في لقائهم أبدا بعد كل هذا العمر. يا بهاء الدين، لقد زرعت بذورك في هذه الأرض بقوة، واعلم أن موعد حصادك قد شارف على البدء وقد صار قريبا، ولكن اسمع مني هذا الكلام. خذ عائلتك واذهب إلى أي مكان وأرض أخرى لتوقظ فيها النوام الآخرين، فهؤلاء هم منتشرون في عرض هذه الأرض بلا حصر. واحذر من خبث كمال الدين، فهو منافق، دائما كنت أكن لك ودا خاصا في قلبي، وسيظل حبي لك حتى يأتي الموت. هذه 4 بدرهم واحد، بل 3 بدرهم، وهذه 8 بدرهمين. حسنا يا كاكا، خذ دجاج بلدي، تعالوا لدينا جميع انواع الدجاج. دجاج بلدي ثمنه رخيص، دجاج بلدي. لماذا تثقل حملك كثيرا يا كاكا؟ لدينا من الدجاج ما يكفي لنصل المدينة الأخرى. وكأنك تقارنين هذا الدجاج الذي من بلغ بدجاج المدن الأخرى. لا، إنه هنا أوفر، ثم إني اشتريتها بسعر رخيص. تعالوا واشتروا الدجاج، دجاج بلدي. هيا أسرجوا الخيول، هيا هيا حملوا الأمتعة، هيا هيا. في النهاية قد آن أوان الفرح. شيخ فيل، بسرعة يا رجال. شيخ تالب، شيخ طاهر، شيخ شائع، العذر فيما حصل وما تعرضتم له بسبب كلام بهاء الدين على مر تلك السنين التي انقضت من الحكومة وأعوانها ومن جنودها. لم يصدر منكم يا شيخنا إلا المواعظ المفيدة وخير الكلام وحلاوته، فكلامكم ومنزلتكم عظيمة عند أهل بلخ جميعهم. قل يا نصير، فأنا لا أخفي عن هذين الاثنين. لدي خبر سار، الشيخ بهاء ولد يركب القافلة مع عائلته مغادرا بلخ. الويل لنصير إذا كان يكذب. أرأيته بعينيك؟ نعم رأيته، فهم الآن على بوابة المدينة ويستعدون للسفر. سأكمل ما كنت أقوله فيما بعد، لا أود أن أخسر هذه اللحظة الخيالية وأنا أشاهد بهاء ولد. لنذهب، هيا بنا. تفضل، أهلا وسهلا بك، سلمت يا أختي.
ستمر بنيشابورة في طريقك إلى بغداد بلا شك. أجل، أبلغ سلامي وأشواقي للشيخ فريد الدين العطار من جانبي، وأخبره أيضا أن الشيخ تائب ينتظر نسخة من كتاب مختار نامة. بكل تأكيد. أهلا وسهلا، تفضل. إنه بخط أبي طاهر الميمندي، هدية ذات مقدار من طالب بلا مقدار، أهديها لسلطان علماء بلخ. والله لو يعلم الجميع كيف ستكون بلخ بلا سلطان علماء فيها. بلخ سوف تكون فقيرة وستكون مسكينة أيضا. ما هذا مجلس مشاعر؟ لابد أنك تريد ألفا ولاما. مدينة يعيش فيها قاضي قضاة مثلك أنت، وحين يغادرها سلطان علماء مثلي سيضج أهلها بالشكوى أكثر من قبل. لا أسمع ضجة، فخبزهم إلى جانبهم وعناقهم مرفوعة. ولكن سلطان العلماء يجلس الآن على رحل القافلة ويعلم جيدا كيف يتماشى مع ثائرين من أمثاله. أوصل سلامي إلى بغداد، وأتمنى أن يعرف سكان تلك الديار قدركم، فأهل بلخ لا عهد ولا وفاء لهم. شيخ كمال الدين، إن الأوان لم يأن بعد أيها الشيخ، فكر كثيرا في نتيجة كلامك هذا. راقب جدران مدينة بلخ وأبوابها جيدا، فلن تدوم وتبقى طويلا. إن المغول في طريقهم إلى هنا، وأهل بلخ ناس غيرون جدا ولن ينسوا أبدا مواعظي. أيها الناس، حار علي أن أعيش 80 سنة من العمر وأرى يوما يتجرأ فيه البغاة على ضرب وإهانة وإذلال سلطان علماء بلخ. أيرضيكم هذا أيها الناس؟ حار علي أن أكون في مدينة بلخ التي ولدت فيها وأسكت على بغي ورفض أهل الظلم والفساد. Oh, my God.